السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم بالف خير ومرحبا بكم في مقطع جديد على قناه بريزما للمعلومات في هذا الفيديو سنتعرف على طريقه الولوج الى حساباتكم في الفيسبوك فقط باستعمال اليوس او مفتاح اليوس ان صح التعبير فاولا وقبل كل شيء ادعوكم للاشتراك في قناتنا على اليوتيوب عبر الضغط على زر سبسكرايب ابوني الزر الاحمر المتواجد اسفل الفيديو وتفعيل خاصيه الجرس لتوصل بالشعارات فور النشر الجديد في القناه نبدا على بركه الله ونقوم بالدخول الى حسابنا عبر الضغط على بارامتر ثم مباشره نقوم بالتوجه الى هذه الواجهه ثم نضغط على سيكوريتي فور الضغط على سيكوريتي فهنالك العديد من الخصائص منها هذا الخيار الثاني نقوم بالضغط عليه ثم هنا سنجد الخاصيه التي كانت حاكرا فقط على الجيميل والدروب بوكس فهذه الخاصيه فقط كانت متوفره بالاكثر في الجيميل وكذلك في الدروب بوكس ولكن فيسبوك قامت باضافتها والشيء الرائع جدا يمكنك فقط الضغط على اجوتي ثم تقوم باضافه كلي يو عبر الضغط على اجوتي ثم مباشره تقوم بربط الكلي مع الحاسوب الخاص بك ثم تضغط على كونتينيو انا لا اتوفر الان على مفتاح يو بي لذلك لن اتمم العمليه بمجرد الضغط على كونتينيو ستقوم باتمام العمليه بنجاح فور ان يتعذر عليك الدخول الى حسابك فقط باستعمال الكلي يو تقوم بالدخول الى حسابك بطريقه عاديه واعتياديه كذلك اضافت جينيراتور كود والكود دو والعديد من الخصائص المميزه المتوفره في فيس في 2017 اتمنى من صميم القلب ان هذا الشرح قد راق لكم وافدكم هذا الصدد دائما لا تنسوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عبر الضغط على الزر الاحمر المتواجد اسفل الفيديو اشتراك في القناه والانضمام الى ازمة 26 الف مشترك وكذلك لايك لصفحتنا على الفيسبوك fb.com/prismainfo ولا تنسوا كذلك لمتابعه الجديد دائما والاطلاع عليه ان تقوموا بالضغط على لايك وفان بالاضافه الى في التوصل بالاشعارات وفي اي لحظه لا تنسوا المتابعه الجديده على موقع قناه الكترونيه 3 مقالات ودروس متعدده ومشوقه بطبيعه الحال أراكم ان شاء الله في موعد اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بريزما قناه تقنيه عربيه تهتم بكل ما هو جديد وحصري في عالم المعلومات مؤسسها رشيد ايدوشبرغ وهدفها النهوض بالشان التقني بالويب العربي اشترك بقناه بريزما وكن اول من يتوصل بالجديد